احكي لنا على الحدوتة دي. اللي من سنتين تقريبا او ثلاثة حاجة زي كده. بصي، واحنا في الحرم البني ادم بيلبس كفن، تمام؟ كفن كفن، هو لبس الكفن، هو كفن، هو لبس الاحرام ده، تمام؟ شبهه فعلا. ومش مطلوب تقولي دعاء معين، مش مطلوب صيغه معينه، مطلوب قلب، تمام؟ فالمره دي كنت يعني قريب من ربنا قوي قوي، وطلبت كده يعني، انت شايف وحاسس، مش عايز اتكلم، انت حاسس بقلبي، تمام؟ ودعيت الدعوات اللي ربنا، وحسيت بانفتاح وانا قاعد، اقسم بالله، سبحان الله. ولقيت يعني بيبان اتفتحت. خلي بالك، ممكن ربنا ما يديكيش بس ما ياخدش منك، يعني مش لازم يديكي بس، ممكن ما ياخدش منك حاجات، ياخد ابنك سليم، بنتك سليمه، زوجتك سليمه، انت سليم، ماشي بتتنفس. انا حاجه مره داخل، وحشه كانت هتحصل ربنا يبعدها عنك. انت ما تعرفش، هو ربنا هو اللي نايم، بس انت اتقي الله. شيخ قال لي مره، بقول له انا بحب ولادي، احافظ عليهم ازاي؟ زي اي اب. قال اتقي الله، يعني ما تروحش تاكلهم حرام وتقول العيال باظوا، ما تروحش تزني وبشر الزاني والزانيه بالفقر، انت اللي في ايديك اللجام، انت اللي سايق الحكايه. عايز ولادك ايه؟ ما تجيش اكلهم حرام، العيال باظوا، ما انت اللي بوظتهم. صح. حسيت بالانفراجه بقى كده وقتها. لا الحمد لله. دعيت بايه؟ والله مش فاكر، بس ساعتها اللي كان القلب يعني، ما كانش زي ما قلت لك ما فيش صيغه معينه، بس يعني اللي كان، اللي هو يعني بما معناه يعني، انت حاسس وانا صبرت، وما فيش اكرم منك يعني، ادعوني فاستجيب لكم، يعني الله. اني قريب يعني، بس انت ادعي يعني، هو ربنا بيقول لك انا ادعي انت بس، مالكش دعوه، وتكون مؤمن بان ربنا هو اللي هيفرجها، ما تستناش حاجه تانية. جميل. القلوب الطيبة مبادرة عظيمة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع.